السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله زينين ورمضان كريم عليكم يا ربي، وينعاد بالصحه والعافيه. واليوم الحلقه الثانيه من برنامج مواهب صلاح الدين، وضيف الحلقه اليوم وياي سيف. سيف شلونك حبيبي؟ الحمد لله. شلون صحتك؟ ان شاء الله زين. الله يسلمك. الحمد لله خير. سيوفي، شنو رايك بالبرنامج؟ والله البرنامج حلو، خوش برنامج، وعاشت ايديكم. واشكر المصور بكر قصي، واشكر المقدم احمد بغدادي على هاي الاستضافه الحلوه. البرنامج الحلو. الله يسلمك حبيبي. اليوم ويانا ضيف الحلقه سيف. سيف عنده موهبه كلش حلوه وانا احبها، انا احبها كلش، احب استمعها. الموهبه اللي راح يقول عليها سيف ما راح اقول لكم انا، هو راح يقولها. سيف، قبل لا نبدي اريدك تعرف لي عن نفسك. انا الاسم سيف معد، المواليد 2002، الولاده صلاح الدين سامراء. العمر كله يا ربي وعاشت الاسامي. سيف العايش، خلني نقول لهم للمتابعين، انت سيف يحب الراب، من عشاق الراب. طبعا سمع صوته ما اوصف لكم عليه شلون حلو كتاباته، ها يعني هو يكتب. عجبني كلش. راح اعطيك ويا سيف بحوار بسيط، ويا رب تستمتعون تستفادون من سيف. المحبين الراب واللي ما يعرفون شنو الراب، مثل ما انا كنت ما اعرف شنو الراب الا قمت اتمعن بالكلمات والكتابات، واذا هو شيء حلو. سيوفي، ايش وقت بديت تكتب الراب؟ بداياتي بالراب كانت ب 2016. الو 2016 تمام. اول اغنيه كتبتها يعني من بعد استماع، يعني الراب مو شيء سهل انه تتعلمه زين، بس شنو من الاستماع تكتسب خبره. يعني ضلت تسمع هواي راب، تستمع الفن الغربي، الو راح تكسب انه تشوف طريقتهم بالكتابه، وتظل انه شويه تقلد من عندهم بس انت بطريقتك الخاصه. سيف، انطيني بدايه الراب، وين بدا الراب بدايته؟ بدايه الراب كان بدايته كانت بامريكا، الولايات المتحده. كانوا العصابات وهذول السود الزنوج، ها يعني احنا نقول بدايه الراب، منبع الراب هو من امريكا. امريكا نيويورك اعتقد، نيويورك بدايته. هم هذول السود احنا نقول السودي عليهم، هم اللي بدوا الراب. وانت من 2016 حبيت الراب؟ هي كانت طريقه معبر عن الراي، يعني كان ما كان اكو شيء اسمه راب. يعني بدايه الاختراع مجرد انه واحد يظل يدق اي شيء قدامه، يدق به حلو، هذاك يذب كلمات ارتجاليه، يعني مجرد يذب كلمات ويغني على الشيء اللي قلبه محروق عليه. عرفنا على الراب. الراب هو فن غربي، هيب هوب. هو الهيب هوب فن حلو الى اقسام هوايه، مثلا قسم البوب مايكل جاكسون. تمام، عندك جاكسون جمهور عظيم عنده. اي هذا بوب حلو. عندك الراب هم من قسم من اقسام الهيب هوب، فن الراب حلو. اول ما بديت تكتب قلت كتبت وغنيت الراب، تذكر؟ اي اذكر. هي بداياتي ب 2016، يعني اول اغنيه كتبتها كانت دس. حلو. الدس شنو الدس؟ مكون من انه واحد خصم يجي يتحداك، نزال. نزال بالكلمات وبالغناء، تشوف منو الكلمات اقوى، منو اللي يجرح اكثر، منو كلمات السم تحسها على الخصم. حلو. هنا الحكام يجون يعني يحاسبونك على الكلمات مالتك، يعني هاي كلماتك قويه، انت ادائك على اللحن حلو، انت عندك خبره على الراب حلوه. يعني احنا الراب اعتقد مثل الشعر، انه واحد يهجي الثاني. لا تهجي، شوف هو الشعر تصير يعني واحد يعطي شعر للثاني الطريقه حلوه يعني وسلسه. ايه؟ اما الراب لا، الراب تتهجم. تهجم عليه. زين، اريد اسمع البدايه مالتك. والله شوف، هي الكلمات اللي كاتبها يعني زائد 18. ها يعني بالذات. لا احنا ما نريد نطب بدايه هيك شيء، لازم بكلام بدايه. ما بي هو كاتب اغنيه حلو تخص حياتي. تمام. اول كتابه لي اغنيه تخص حياتي، يعني خارج عن الدسات. اسمع من هيك شويه، اغنيها لك بلحن لو بدون لحن. بدون لحن، بدون لحن. البدايه احطيك لاينين من عندها، يعني سطرين سطرين. اي عدت من جديد، كل شيء فيا لكن لا اعرف ما اريد، الحياه القاسيه أشكي لكم همي، هذا غمي هذا حالي، شوفوا حالي أبكي على صدى الليالي، أن عشت أم مت عدت لا أبالي. الله حبيبي. هاي كتاباتك؟ كتاباتي أول ما بديت. زين، الراب إلى وزن؟ إلى وزنه ومكانته، بس شنو ما معترف به بالعرب، أو ما إلى شهادة فنان. زين، أنا اليوم مو كلش بالراب. أكو عندنا راب عراقي معروف. راب عراقي معروف أكيد. منو؟ عمالقة الراب عندنا. شخص طبعا انا الشخص اللي حبيته جدا بالراب، واللي سوالي وهس ادخل للراب، واللي اسمعه وما امل من عنده، يعني اسمه احمد باد بوي. احمد باد بوي، باد بوي. تحياتنا له. تحياتنا.
وين هو بالعراق؟ حاليا هو بالعراق. زين قلت لي اعتقد اكو واحد خارج العراق عن عراق معروف. اي هذا دكتور كوني، هو اول من صور اغنيه راب طبعا بالعراق. اي اسمه دكتور كوني كان بالعراق، بس لما طلع خارج العراق غير اسمه سما علي بابا. زين. ومغني معروف وحلوه اغانيه. انا اعتقد سامع على دكتور كوني. دكتور كوني اعتقد سامع له. أي. سامع له. اي سامع مغني معروف بس بخارج العراق. خارج العراق يغني راب بعده. يغني راب بعده. زين سمعت بداياته الراب مالته كلمات كلش حلوه، اذا ترجعون وتعيدوهن راح تلقون بيهن ميزه. زين سيف التقيت بقناه؟ لا والله هاي اول لقاء لي، لان الراب زين بس الاصحاب الذوق يعني يستضيفونه، ما مجتمعنا ما يستضيف هاي المواهب. زين شنو رايك انا اقول لك مجتمعنا لا راح يقوم يستضيف اذا عرفوا شنو الراب؟ يعني هسه المجتمع العراقي او المجتمع العربي كله زين فكرتهم عن الراب انه الرابر مغني الراب انه يسب ومن يطلع ملابسه هيك. هاي لانه اغلب اللي شفناهم احنا على اليوتيوب يسبون. اي بس اكو عنده اغاني ثانيه، يعني عنده طريقه تعبير عن الراي. يعني هسه مثلا ابسط مثال مغني الثوره. ايه امسي انهر. صح الناس كلها تحبه. صحيح يغنى على الثوره وعن الوطن العراقي ووصل لك الراب على طريقه حلوه، يعني نقول هادفه. هادفه اي اغنيه هادفه. اريد اسمع منك شيء حتى لو نطلع تلفونك من كتاباتك. اريد على الوطن كاتب. كاتب على الوطن. سمعني فعلا. حتى لو نشغل لحن. شغل لك لحن وغني. شغل لحن قرب يم المايك وتغني. طبعا اعزائي المشاهدين سيف يكتب. انا سمعت كتاباته كلش حلوه. عنده صوره شعريه حلوه بالكتابات. يعني انا اجوز اجيبه للشعر بس لا هو راب قافي. يعني انا اروح نوبات اشوفه من بعيد بالمحل، عنده محل يشتغل بيه يمدمد ويا نفسه، فكلش حلو. قرانا على الوطن. طبعا هاي الاغنيه حلو. اغنيه جدا مؤثره، بس تركزون على الكلمات، اهم شيء تركزون على الكلمات. تمام. مالكم توضيحي وضح لهم التركيز. الاغنيه هاي تخص الدنيا اللي عايشين بيها والمجتمع. زين ينسمع له قربه. ينسمع قربه شويه. يا الشبح يا كريستال بيت. داخل هاي الدنيا راح تشوف ناس ذو وجهين، عايش على القدرة بهذا الكوكب تصنف هجين. انت ضعف على هاي الدنيا، اترك كل شيء واستعين بربك، ما حد غيره راح يفيدك، هو ابوك وامك والمعين. الله. من 2003 كلها جوع قتل سب ظلم، لحد هسه الناس كلها تطورت وصلت للمريخ والعراق نفسه. ياه. وانت تدرس تتخرج تقدم للتعيين تبلع رفسه، مستقبل ماكو لما شفت المدرس ياخذ رشوه، عرفته كافي خلص صبري مليت من هاي الحياه، بيدي راح احفر قبري، هذا اللي كنت متخيل راح اقوله صح، لكن لا كلفو كلا والفو لا، بعد مو كل شيء مني راح، عندي الامل والتمسك بالحياه. يا راح ادافع عن نفسي ووطني، نحن الحمال هذا الوطن. يا هذا الوطن إلك، مو المهم أخذ حقك بيدك، لكن لا تقتلهم، لا يجوز علينا الرفق بالحيوان، كل حكام العرب ما أعترف إنه واحد فيهم انخلق إنسان. يا خلصت الأغنية. طبعا شفتني إنه هواي ضليت يعني أوقف بالكلمات لأنه جديدة هاي الأغنية، استوى كاتبها حلو، فإراد لي هواي الدرب عليها حبيبي. أهنيك. طبعا كلمات كلش حلوة بيها، وصف نفسه بالدنيا ومن 2003 ما شاف الأمان، كله سب وظلم. سب وظلم ورفقا، إنه رفقا بالإنسان. شلون إنه الدول تدار الحيوان. يعني ليش ما إحنا بشر ما حد ما يدار بشر. كلش كلمات حلوة، وصل صورة صحيحة، هدف. أنا هنيك سيف على هذا الإبداع الحلو، ويا رب إن شاء الله من هذا البرنامج يوصل صوتك الباقي البرامج ويدعونك. عنده مواضيع حلوة إن شاء الله تسمعوهن. إحنا قبل أن أقول لكم فاصل وسيف يدان أغنية البرنامج بعد الفاصل راح تسمعوها. يا الشبح يا listen يا انصت
لا تضيع موهبتك بنيها انت بتعبك لا تستسلم حقق بيدك حلمك راح تشوف الناس كلها تاكل همك صير انت المخرج مال فيلمك مواهب صلاح الدين هذه مواهبنا لا تيأس احمد جاي يساعدنا راح تصعد تحت النجم انت بعين الناس ما تظل صغير الحجم كافح كافح تقدم الى الامام ماكو شيء اسمه مستحيل ورجعنا لكم بعد الفاصل القصير يا رب وما طولنا عليكم ويا الضيف الحلو الجميل سيوفي حبيب. الراب مالته كلش حلو التشوق انا الاستماع الراب متشوق كلش ما راح اطول وياكم وما راح اطول وياه سيف اريد اسمع شيء منك شو سمعني اسمعك دس انا كاتبه سمعني اسمع اريد اسمع ويسمعون المشاهدين وياك تدلل يعني احب كتاباتك احب الشيء اللي عندك سمعني طبعا ها ملاحظه الراب بينما يشغل سيف اللحن مالته الراب ما يصير تقاطعه هو مستمر انه انت بس تسمع فانا ذلك ما اقدر اقاطعه مثل الشعر اصيح لله واحسنت وجيد فعلى ملاحظه بسيطه انه لازم تقدر تقاطع على الراب طبعا راح اغني هاي الاغنيه وشوي اذا قدرتوا ركزوا بالكلمات يا صح ما راح تفهموا بس ركزوا بالكلمات جيد لان شوي راح تطلع سريعه حلوه الملاحظه يا الشبح لسن يا لما ابدا غني كلها تعرف هذا فني كل كلماتي من عندي ما صارت اشياء كلماتي خرافيه بقل فيها القافيه على هذه الناحيه برغم النازل اشتراك يا كان الرابط باك بضرب بفنش بعدائي كان دراك تحاول تتحداني بعطيك بنش كل شراك ما ذا فاك بفكك فاك بكسر لك عينك وينك لا اراك ليش حسك شكل بشوفك باك بقوه تراك شيل عيونك خذ تكلم منه مقبول يبغى لك حبه بندور ما ذا فاك بيتش ما ينفع مع البخشيش انت ريش بك لك حشيش خير الفرافي المغوار لما نبدي هين كلها تعرف هذا النار الى اين تذهب وشكشوح بدس الصخب لا فرار الرجال كلها تركع غصب شوف في هذا النزال راح تزال فكف من الارض هذا الغرض المفروض تسمع صراخ الجبال الحياة كالحصان راكبها بكل زمان هذا جان لاني الخيال لما ابدي اكتب الحروف كلها حول الطوف بظن انا لا شوف كل اعدائي بين الخوف بسمع كلمة لا طالع طالما طالع هذا نابع من قلب ذاق انواع الحروب مسك كتفه زي كفن وكلف كفن وضربه مسك جحط وهضبة عند الغضبة عظمة تأكل عظمة شوف الهضبة سرع الهضبة فرق شاسع بيني وبينك فيس الله يا. أنا هنيك حبيبي والله هنيك على هاي الكلام السريع والحلو والمفهوم كتاباتك وضحت انه هاي كتاباتي كتاباتي انه ده توصل صوره انه اشخاص جماعه راب انه هاي كتاباتي اقدر هو جماعه الراب اي مغني راب اكو بيهم يختصون انه يعني ما يقدر يكتب فشاعر يكتب له بس لا اغلبيه هم يكتبون كلماتهم بيدهم ويبيعون كلمات سيف بس ملاحظه انت هاي كتاباتك يعني الوقت اللي تكتب به الوقت اللي اكتب به حسب يعني اذا الرابر الكلمات او الافكار هو يمشي تجي فكره ها لازم شنو انه تحضر تليفونك وتحضر الحافظه مالتك اي شيء تشوفه قدامك تكتبه يعني اي شيء سوي قافيه يعني احنا نقول الموقف قدامك قبل طلعت التليفون وكتبت اي مو شرط يكون موقف يعني انت تمشي مخيلاتك شغل لحن او هيك لحن حافظه بدماغك لو تجي كلمه وقبل تكتبها يعني على مود لا تنساها من ترجع اكو انا بالشعر نسميه احنا اكو ناس بالشعر يسموه وحي وحي ينزل لك او هي مو وحي انما هو تفكير او شيء خيال تشوفه وانت حافظ لحن تقوم ويا نقول دمدم باللغه مالتنا او ندندن وتبدا تكتب اي حلو بس اكو يعني مرات انه واحد يجبرك انه تكتب مثلا شخص تحداك نزل عليك اغنيه تروح تسمع الكلام مالته وترده صدق هي ملاحظه سيوفي ليش اكثر الراب بيناتهم مشاحنات بالكلام يريد يبرز نفسه انه هذا الرابر انا اقوى منه زين اريد ملاحظه اني وللمتابعين الراب اللي الشجع اللي بيناتهم حلو لو عنده طريق هادف هو الراب باكمله حلو هو اوكي انا وياك اليوم اسمع كلام فلان هجا فلان بالهجاء مالته القوي والحلو والمتع واللي يخليك تستمتع وياه بس اغلب الناس ما يتقبلون كلامهم مو هو شوف الاغنيه الهادف توصل للشخص بسرعه زين يعني مفهومه هسه مثلا غنيت هادف قبل شوي ايه
فهمت الكلمات انت. انا فهمتها انه العراق خرب من 2003 انه ما دام المدرس قام ياخذ رشوه من عرفت المدرس قام ياخذ رشوه خرب اذا تلاحظون يدون الكلام انا فهمت اوكي انا فاهم هذا احسه الهدف احسه انا حلو اي هو حلو الهدف بس عندك دسات انه مو اي واحد يفتهمهن او يسمعهن تمام. فقط اللي متعمق بالراب زين احنا قبل لا انه نقول لك غني لنا شيء ثاني سمعتك انه انت عندك احنا نسميه دبلاج الدوبلاج التعليق الصوتي اذكر سمعت لك مقطع ناشره كلش على يوتيوب مال فقره هل تعلم اريد مقطوعه انه للمتابعين يعني دلل. او ترحيب بالمتابعين طبعا هاي يعني مو اختصاصي بس مجرد انه حبيتها فتدربت ووصلت لها يعني حلو انا هم عاجبني هيك انا احب هيك انسان يتدرب على شغلات حلوه سمعنا السلام عليكم مرحبا يا متابعين قناة أحمد البغدادي أهلا وسهلا بكم في برنامج مواهب صلاح الدين وأشكر وأحيي أحمد البغدادي على هذه الاستضافة الرائعة الله وشكرا حلو سن حبيبي أصفق لك حبيب. والله زين فيلم دبلج عليه هيجي نصوص نصوص يعني شوف قبل كل شيء يعني حلو اوتاكو الجمهور جمهور عظيم يعني جمهور الانمي ايه. فاكو انميات يجي من اليابان فاحنا شو نسوي لهم انه ترجمه نحورهم دبلاج عربي شو يعني مثلا مقطوعه انا اخذ اكثر شيء شخصيات الشريره يعني كنبرتي يلا مرحبا هل انت الذي تريد ان تتحداني سوف اقتلك وارمي لحمك الى الكلاب الضاله دبلاج جيد. جيد كلش حلو وراقي الى درجه طبعا انا ما اريد حلقه انت هلا شاهد والوقت فوقنا شيء قليل ناخذ الوقت اريد منك قصه حب كاتب اي كاتب على قصه حب سمعنا على الحب دلل. يعني حتى الراب بين ما طلع اللحن والكتاب طبعا كاتب من جدد هو قال لي انا كاتب شيء جديد للبرنامج بعد انه انا ما خبرته وراسلني وتراسلناني وعطيته الموعد قال كاتب شيء للبرنامج شيء حلو هادف طبعا حتى الراب بي قصة حب يعني يكتب حب فلا تأخذون انه مثل ما شفت انا ماخذ نظر عليه انه الراب كله همج وعرك وفشار لا 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 والفاظ غير لائقة اسمعوا هذا راح تعرفون الراب شنو يا الشبح ركزوا بالكلمات حلو ركز يا طبعا هاي الكاتب هاني اكثر شيء يصير على مواقع التواصل بدخل بالموضوع راح اعطيكم اني الزبدة قصة حب بين شاب وبنت هذه القصة اني شفتها تعرفوا على بعض فترة ورا فترة اصبحوا مقربين قال انا احبها شيء اكيد هي تحبني ومن هاي السلفة احنا منتهين راح وافق نفسه وقال لها انا احبك ظل يحكي عن الحب ما بيوم راح اخونك ولا راح اعوفك ولا راح انساك قد البنت قالت لا انا احبك بس احبك يا صديق هذا الشخص انقته العبرة وامتلاء بالضيق مرت ايام راحت حبت واحد هذا الواحد وثقت بيه وانقطع صورها طلب منها تسوي شيء هذا الشيء ينزل من شرف البنت رفضت هددها راح انشر صورك راح افضحك راح اقول لهلك خافت هذا البنت ضلت تبكي وين اروح وين اولي قالت عندي شخص واحد راح يساعدني اتذكر انه قال راح يظل سند الي راحت يما تبكي وتشكي الحقني اكو واحد هددني راح ينشر صوري هذا الشاب اخذته الصدمه لما شاف اللي حبها واقع بهاي اللعنه اخذت الغيره غرر انه يساعدها راح يم هددها حل المعضله وانطى فلوس هذا الدرس لكل بنت لا تحبين الشخص الغلط حب الشخص اللي مستعد يضحي بروحه على مودك الله أنا هنيك على هاي الكتابات الحلوة والكلام حبيبي. الحلو حبيبي شرف فهمتوا يا رسالة واصل كل بنت إنه لا تثقين بكل شخص أنا بما افتهمت إنه كانت مصادقة شخص بعدين قالت لي أنت مثل أخويا وراحت على واحد وحبتها وضحك عليها وهددها واللي حبها من صدق ما أمرها واللي حبها من صدق طبعا هاي القصة مقاربة إليك لأحد الضيف كان وياي بقصص واقعية وشعر عياد إذا تذكروه كان يعني هم يحب ابنيه وهذا خذا وذاك ومن رسالة حلوة حبيب. ونورتنا بالبرنامج وإن شاء الله انتظرونا بحلقة جديدة مع ضيف وموهبة جديدة نلتقيكم في أمان الله.